سئل الحبيب عمر: دخل علينا أعداء الإسلام من ناحية العقيدة فشوهوها، ومن ناحية اختلافاتنا فوسعوها، حتى وصل بنا الحال إلى أن يكفر بعضنا بعضا ويقتل بعضنا بعضا، فكيف نتخلص من تأثير اليهود وسائر الكفار علينا؟ من غير شك أن وعينا لعظمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، ووعينا إذن لسندنا فيما ورث عن نبينا كما حفظ الله القرآن فلن يسلط عليه يهود ولا سواهم، حفظ لنا العقيدة في القرآن، وحفظ لنا الإيمان في القرآن وبالقرآن وبالسنة التي بينت القرآن، الحمد لله على ذلك. يجب أن نفقه أن دخول سواء اليهود أو سواهم بصورة ظاهرة أو بصورة سرية من فجوتي ومن نافذة اختلافنا وامتلائنا على بعضنا أمر خطير شنيع مبين على لسان القرآن وعلى لسان السنة الغراء، محذرة من ذلك. فإن يطمع في شيء ففي التحريش بينهم، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم كما قال الله سبحانه وتعالى. فلا يمكن لواحد في أي مذهب كان من المذاهب أن يظن أن بتسببه بإغراء الصدور وإيحاشها يكون متبعا لرسول الله أو مبتديا به أو عاملا بالقرآن. كلما أوصلك إلى هذا فهوى، قم تثبت أين تضع قدمك. إن كان عندك دين حق فلن ينتج عنه إلا ما يؤلف وما يقرب وما يجمع. وأعلم أن التربص من ورائك سواء من إبليس وجنده من الإنس والجن لا يستطيعون الدخول بيننا إلا من خلاف بعضنا لبعض. وهذا ما صح في الحديث أن الله سألنا نبي الله سأل الله للأمة أن لا يسلط عليها عدوا من خارج أنفسها فأعطاه ذلك، لكن أن لا يلبسهم شيئا ويذيق بعضهم باس بعض، فهذا سبق القضاء أنه يكون ذلك. فلن يسلط علينا عدو من الخارج إلا بعناصر فينا، إلا بأسباب منا، إلا بأعضاء من وسطنا هم الذين يوصلون خطته إلينا. أما هو لو جمعوا قواهم كلها ليكسروا بيضة التوحيد والإيمان والإسلام لما قدروا على ذلك، حتى يكون من بيننا من يدخل خططهم ومن يدخل شرورهم ومن يدخل آفاتهم، أعاذنا الله من ذلك. فلنحرص كل الحرص على ما يجمع شملنا ويؤلف بيننا، ولنترك آراءنا واجتهاداتنا تحت نصوص قاطعة صريحة نجتمع عليها ونتفق عليها، ولا يتحامل بعضنا على بعض. وسباب المسلم فسوق وقتاله كفر كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي هذا المضمار نفسه متعلق بالمسألة الأولى، سئل صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يقاتلني رسول الله الرجل الكافر ثم قطع يدي، وبعد أن قطع يدي لاذ بشجرة فقال لا إله إلا الله، أقتله؟ كنت تقاتل أنه قطع يدي وراح لعند الشجرة قال لا إله إلا الله يدي مقطوعة، قال لا تقتل، قال يدي مقطوع يا رسول الله، قال لا تقتل، قال قد قطع يدي ثم لاذ بشجرة، قال لا تقتله، فإنك إن قتلته كنت بمثابته قبل أن يقولها وصار بمثابتك قبل أن تقتله. فإذا قتلته بعد هذا يصير هو بمثابتك قبل ما تقتل، قبل ما تقتل يعني مسلم مؤمن، وتصير أنت بمثابته قبل ما يقول لا إله إلا الله، لأنك استحللت دما حرمه وإن قطع يدك خلاص الآن دخل في حوزة الإسلام. فإذا كان الأمر هكذا فينبغي أن نرعى حرمات لا إله إلا الله بيننا البين. ولا يمكن لأحد أن يتصور أنه باجتهاد مجتهد بعلم عالم بالتمذهب بأي مذهب يجيز دماء الناس ولا أعراضهم ولا أن يكون عنصرا لبث الخلاف. فليراجع نفسه وحسابه في هذا المسألة، وليصدق مع الله يرشده الله ويدله على طريق الصواب، وبالله التوفيق.